ثاني أضعف خط دفاع في بطولة هذا الموسم نادي حمام الأنف يسعى إلى تجاوز هزيمة أخيرة وعارضة أمام مستقبل المرسى، ضيف النادي الإفريقي الباحث بدوره على تدعيم نتائجه الإيجابية الأخيرة. نادي حمام الأنف كان الأفضل نسبيا من النادي الإفريقي على مستوى التحكم في الكرة وكذلك على مستوى الهجوم خلال الربع ساعة الأول من المباراة، وإيهاب البوسيفي يستغل كما يجب كرة النيجيري إيدوروزي يسدد ويتمكن من مباغتة الحارس عاطف الدخيلي. النادي الإفريقي لقى عديد الصعوبات على مستوى التدرج بالكرة أمام حسن انتشار زملاء مهدي المرزوقي. النيجيري إيدوروزي سدد من جانب نادي حمام الأنف وحارس النادي الإفريقي عاطف الدخيلي يتصدى. الفرصة الأبرز لخط هجوم النادي الإفريقي تأتي بعد مرور 34 دقيقة لعب، خطأ في محور نادي حمام الأنف لم يستغله كما يجب اللاعب علاء المرزوقي. نادي حمام الأنف بدوره كان اختير على مستوى الكرات الثابتة، وكرة محمد أمين النفزي مرت فوق المرمى بعد مخالفة نفذها أنيس بن شويخة. كرة من جانب النادي الإفريقي، عبد الكريم النفطي في اتجاه زهير الذوادي مهاجم الإفريقي طالب بضرب جزاء، لكن الحكم مراد بن حمزة يعلن على تسلل بعد إشارة الحكم المساعد الثاني. ودقائق أخيرة ضغط فيها خط هجوم النادي الإفريقي على دفاع الهمهمة، زهير الذوادي سدد والعربي المجري حول الكرة للركنية. وشوط أول ينتهي على أسبقية نادي حمام الأنف أمام النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر. أول العمليات الهجومية في الشوط الثاني كانت من جانب النادي حمام الأنف، إيهاب البوسيفي سدد وكورته فوق المرمى بقليل. النادي الإفريقي وراء البحث على هدف التعادل 1-2 بين عبد الكريم النفطي وحمزة العاقر بيسدد وكورته فوق مرمى الحارس العربي المجري قبل أن يسدد عبد الكريم النفطي بجانب المرمى. دائما النادي الإفريقي في الهجوم، شاكر الرقيعي سدد وكورته فوق المرمى بقليل. عبد الكريم النفطي حضر لزياد الزيادي سدد والعربي المجري بامتياز يتصدى. 79 دقيقة لعب، خطأ فادح يرتكبه مدافع الإفريقي نعيم بن أحمد والحكم مراد بن حمزة يعلن على ضربة جزاء لفائدة مهاجم نادي حمام الأنف علاء الدين الدريدي. معين الشعباني في التنفيذ وحارس النادي الإفريقي عاطف الدخيلي في مرة أولى ثم القائم الأيسر في مرة ثانية يحرم لها مهامة من تضعيف النتيجة. قبل أن يذيع مهاجم النادي الإفريقي إيزيكيرو بكيفية غريبة هدف التعادل على فريقه. دقيقتين قبل نهاية الوقت القانوني، الذوادي في اتجاه المشرقي يتوغل يوزع والمدافع محمد الخذاري غالط حارس مرميه العربي المجري. لينتهي الحوار رقم 102 لحساب البطولة بين نادي حمام الأنف والنادي الإفريقي بالتعادل هدف مقابل هدف. كانت فما وقفة صحيحة اليوم فوق الملعب، هجمات مرتدة ممتازة، حتى اللاعبين اللي دخلوا عملوا البلوس، فهمنا شفنا علي دريدي اللي جاب ضربة الجزاء، شفنا معناتها المسعودي، شفنا معناتها هذا كل ينم اللي افكتيف فما موجود. J'ai vu une équipe qui est jusqu'à la fin y a cru, a eu la volonté de revenir au score. شفنا اليوم فريق عنده الإرادة ورجعنا في النتيجة ولعبنا كرة قصيرة وحققنا ذلك، لكن في المقابل مانيش راضي على مردود ال 20 دقيقة الأولى. لأول مرة يتعادل النادي الإفريقي في سادس مباراة تحت إشراف المدرب لوفيغ في البطولة، وهذا ثالث هدف لإيهاب البوسيفي في خامس لقاء في مرحلة الإياب. وجدي نجم نقولوا المباراة هذه النادي الرياضي لحمام الأنف هو اللي فرط في انتصار بعد أسبقية هدف مقابل صفر وضيع ضربة جزاء، ولا الإفريقي تبقى عنده خبرة الفريق اللي يعرف كيفاش يرجع في مباراة. اظن انه لو سجل نادي حمام الانف ضربه جزاء الخبره ما كانتش تنفع النادي الافريقي. اظن انه نادي حمام الانف قلت لي ضيع على نفسه ضربه جزاء، ضيع ثلاث نقاط تاع المباراه، وفي نفس الوقت يعني رجع الامل للنادي الافريقي وانه يمكن يرجع في المباراه، لانه سكور تاع 1-0 يعني في كل وقت نجم النادي الافريقي يرجع. اليوم شفنا نادي حمام الانف يعني لعب مباراه جيده خاصه في الشوط الاول، لعب كرة قصيرة، لعب الطابع نتاع نادي حمام الأنف خاصة لما يكون أنيس بن شويخة موجود في الفريق وبجنبه أحمد الحامي، يعني كان الفريق يلعب كرات القصيرة متعودين عليها، تبادل اللعب وحتى في الكرات المرتدة كان خطير يعني، وحتى في الكرة في الهجمات يعني هجومات المركزة يعني كان يلعب تقريبا الهجومات المركزة، وبعض الأحيان يلعب كرات مرتدة اللي يتقنها فريق نادي حمام الأنف خاصة بوجود إيدوروزي والبوسيفي، البوسيفي اللي بالمناسبة سجل هدف جميل جدا يعني في المباراة
تاع اليوم، بالرغم انه الحركه اللي سواها بعد الهدف انا شخصيا ما عجبتنيش، لانه عمل حركه مش رياضيه بالكل. على كل ان شاء الله خطا هذايا وما عادش يتعاود بالنسبه للبوسيفي. في الشوط الثاني النادي الافريقي ضغط على نادي حملنف، خلق فرص، ضيع اليوم النادي الافريقي ضيع 4 أو 5 فرص للتهديف كانت سانحه وواضحه، يعني كان ينجم يسجل بها تعادل من غير ما يستحق انه مدافع حملنف يسجل هدف ضد مرماه. اظن انه اليوم زوز حراس كانوا ممتازين جدا، يعني العربي المجري مع نادي حملنف يعني تصدى العديد الكرات من هجوم النادي الافريقي، وعاد في التخيل يعني بتصدي ضربه جزاء وبتصدي حتى الكرات الاخرى، والمردود نتاعو بصفة عامة في مباراة اليوم يعني يبشر بكل الخير. وأظن أنه المحارس هذا لازم يزيد يعطيه الثقة أكثر، لأنه نعرف النادي الإفريقي ديما يطلع حارس المرمى، وين يجي حارس مرمى ابن النادي الإفريقي يعني ويطلع حارس شاب من نوع هذا لازم يزيدوا يشجعوه ويقفوا معاه. شنو اللي ينقص وجدي، شنو اللي ينقص النادي الإفريقي بالعناصر هذه بالعناصر اللعبة اللي موجودة في النادي الإفريقي باش يرجع للانتصارات اللي تعود بها؟ تعرف جمهور نادي الافريقي خاصه متعطش، وانه فريق نادي الافريقي يرجع للمشوار المواسم اللي كان يشهد فيها عدد انتصارات. شو ناقص نادي الافريقي حاليا الموسم الحالي بالذات؟ الامور ما كانتش مستقره على كل النواحي، يعني من الناحيه الفنيه ما كانش تم استقرار، كان مدرب فوزي بن زرتي مشى، مدرب فوزي بن زرتي جا المدرب بن شيخه مشى بن شيخه، تو لوفيك وكان لوفيك، يعني بيناتهم الاثنين يعني ما ثماش استقرار، هذا مدرب يشجع الشبان، هذا مدرب ما يشجعش الشبان، وبعد يجي لوفيك تو يقحم بعض اللاعبين يعني اللي كانوا ما نقولش مغمورين لكن ما خذاوش حظهم يعني مع الفريق. الامور ما كانتش يعني مركزه، الفريق ما يلقاش نفسه. حاجه ثانيه يعني ديما نقولوها، اللاعب ما هو الا بشر، نادي افريقيا عايش توا في وضعيه صعبه جدا، يعني في عاصفه احنا في التسييريه نجم نسميها، اللاعبين ما هم الا بشر ويتاثروا يعني بالاجواء العامه نتاع الفريق، وقت اللي يهدى الفريق وتهدى الامور وتتوضح الرؤيه بالنسبه للاداره يعني في النادي الافريقي والتسيير في النادي الافريقي، اظن انه هذا يرجع بالفائده حتى على مردود اللاعبين يعني. نعم، لكن الماده الخام موجوده في النادي الافريقي، وهذا ديما قلناه يعني. يبدو عن الضغط النفسي ممكن بعض النقاط تعيشها الهيئه الاداريه او الهيئه المديره للنادي الافريقي سيونس. المقابلة هذه اخترنا لقطتين، اللقطة الأولانية اللي على أثر طالب لاعب نادي الإفريقي بضرب الجزاء، تو نشوف سير العملية والحكم يعلن على التسلل. احنا ورينا اللقطة لأن عملية التسلل بالنسبة لنا الصورة ماهيش واضحة، عديناها للأمانة. عندما تنطلق الكرة ما عندناش الصورة كاملة باش نشوف اللاعب نادي الإفريقي شنو الوضعية اللي كان فيها، نشوفوه يخرج من وسط معنا زوز لاعبين عندنا لاعب على اللي صار في أقصى الصورة اللي مازال مش ظاهر توا، أو نشوفوه توا يخرج. ولكن كما قلت لك معناها صعب الحكم عليها، ولربما قرار نتاع المساعد حكم اللي كان هو ممكن يكون متمركز مع الحكم هم اللي يعلنوا على قرار أنه فيه تسلل. وقت يقول فما تسلل ما عادش نجموا نحكيوا على العملية الثانية اللي فيها السقوط، هل هي ضرب جزاء أو لا، لأن وقتها العملية تنتهي عند الإعلان على التسلل. هذه العملية الأولانية. العملية الثانية الهدف تاع التعادل اللي سجله النادي الإفريقي، معناها حبينا ناخذوه معناها من زاوية أخرى حتى نشوف هل حقيقة وقع دفع المدافع نتاع النادي هذا حملنف أو لا. كانت معناها نشوف الصورة، شوف انه اليد نتاع المهاجم نتاع نادي افريقيا انه التكاتف ما بين اللاعب، اليد ما غادرتش المكان نتاعها، وبالتالي معناها عندما وقع التكاتف ما بينه، لو كان اليد ارتفعت وخرجت من المكان نتاعها لكان يكون نجم الدفع معناها ويكون الحكم مخطئ عن ما يعلنش عليها مخالفه. لكن كي نشوف نتبع الصوره وهون كبرناها نسبيا نشوف انه الكتف نتاع اللاعب نتاع نادي افريقيا كان اقوى، ومعناها والهدف معناها كان شرعي ولا وجود معناها لمخالفه في هذه الحاله.